تستعد الحكومة لإخراج مشروع مرسوم جديد يرمي إلى تنظيم العمل عن بعد بإدارة الدولة. مشروع المرسوم أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسيعرض على مجلس الحكومة، إذ من شأنه تحقيق التوازن بين حاجية الإدارة فيما يهم استمرارية الخدمات بالنجاعة اللازمة من جهة وبين الظروف الخاصة للموظفين من جهة أخرى. وينص على أن العمل عن بعد يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل ويعتبر أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة. ومن شأن هذا المشروع أن يسد الفراغ القانوني المنظم للعمل عن بعد الذي سيوفر مرونة في ساعات العمل مع الحفاظ على المعدل اليومي لساعات العمل الرسمية. وسيتم حصر الوظائف والأنشطة المؤهلة للقيام بها عن طريق العمل عن بعد بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المعنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. كما يخول المرسوم للموظفين العاملين عن بعد الاستفادة من نفس الحقوق المخولة للموظفين المزاولين لعملهم في مقرات العمل كرخصة المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية.